الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد تحدثنا عن القصر، تعريفه وفائدته، وقلنا إن القصر في اللغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، وفي الاصطلاح تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. وفائدته التوكيد والإيجاز في الكلام والتمكين في الذهن. وعرفنا أن القصر له أركان ثلاثة: طريق القصر، ويسمى أيضا أدوات القصر مثل النفي والاستثناء، إنما تقديم ما حقه التأخير. ومن أركان القصر غير الطريق، طريق القصر وأدواته، المقصور والمقصور عليه، إذن أركان القصر: طريق القصر أولا، المقصور والمقصور عليه. والمقصور والمقصور عليه يطلق عليهما الطرفان. إذا قيل ما طرفي القصر أو المقصود بطرفي القصر، فتقول طرف القصر هما المقصور والمقصور عليه. وعرفنا أيضا أن القصر ينقسم باعتبار الطرفين إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. هذا التقسيم باعتبار الطرفين، يعني ينقسم القصر باعتبار الطرفين إلى قسمين: قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. مثلا: ما محمد إلا رسول، قصر الرسالة، ما محمد إلا رسول، قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة، تخصيص محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يعني ليس بكاذب ولا شاعر ولا كاهن ولا ساحر. مثلا: إنما الله إله واحد، قصر الذات الإلهية على الوحدانية، يعني الله واحد وليس متعددا. إذن قصر لفظ الجلالة الذات الإلهية على إله واحد، يعني على الوحدانية أو على الألوهية الواحدة هكذا. إذن قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة. ثم التقسيم الآخر: قصر حقيقي وقصر إضافة. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ الحقيقة والواقع. ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. وقلنا إن القصر الحقيقي ما كان مقصورا على من هو له ولا يتجاوزه أو يتعداه إلى غيره. وله تعريف آخر: أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الواقع والحقيقة، لا يتعداه إلى غيره أصلا. ومثلنا بقوله تعالى وهناك في الحصة السابقة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا قصر حقيقي. لماذا؟ لأن الواقع والحقيقة تؤيد ذلك. هذا قصر العبادة على الله عز وجل دون غيره، فهذا الواقع يؤيده. إنما الرزاق الله، قصر صفة الرزق على الله عز وجل، والواقع والحقيقة تؤيد ذلك. فإن الرزاق الحقيقي في الواقع هو الله وليس غير الله. وأمثلة ذلك أيضا قول الشاعر: وما العيش إلا مدة سوف تنقضي، وما المال إلا هالك وابن هالك. وما العيش إلا مدة سوف تنقضي، وما المال إلا هالك وابن هالك. هذا
قصر، قصر ماذا؟ قصر موصوف وهو العيش على صفة وهو المال والهلاك. وما العيش إلا مدة، وما المال إلا، وما العيش إلا مدة. قصر العيش على مدة، قصر العيش على مدة وقت معين محدد. وما المال إلا هالك، قصر المال على صفة الهلاك. هذا القصر، هذا المثال عفوا ليس حقيقيا. هذا المثال، هذا من القصر الإضافي ليس حقيقي. هذا القصر الإضافي، القصر الحقيقي هذا واحد اثنان ثلاثة. لماذا؟ لأن العيش إلا مدة، قصر العيش على مدة سوف تنقضي. العيش أيضا هناك شيء آخر غيره أنه مدة. العيش مثلا حياة للإنسان، عمل للإنسان، فرصة للإنسان. فما المال إلا هالك، كذلك المال في الحقيقة أيضا يدخل بغير ذلك إلا هالك. وقصر المال على الهلاك ليس فقط وحده، إنما يمكن أن يكون المال ماذا؟ نعمة من الله. المال سبب لتحقيق المطالب، تحقيق الأماني. فالواقع لا يؤيد أنه لا، المال ليس إلا هالك وضائع. قد يبقى المال ويبقى أثره للإنسان كالصدقة الجارية وغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصدقة جارية هذا مال، إذا المال لا يهلك، يبقى ويبقى أثره في الآخرة لمن تركه ومات. إذا هذا مثال يخرج من مثال القصر الحقيقي، هذا مثال القصر الإضافي. لماذا؟ لأن الواقع يقول إن العيش ليس مدة فقط، العيش أشياء أخرى كذلك. العيش فرصة للعمل، العيش معنى الدنيا، الدنيا متاع، الدنيا يعني جني جزاء الآخرة فيها. والمال ليس فقط هالك، المال أيضا قد يبقى في صورة أثر للإنسان ينفعه في الآخرة كالصدقة الجارية وكالوقف وغير ذلك، وكالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله بالمال. هذا كله مال ليس هالك، ليس ضائع. تفضل، نبدأ الآن في القصر الإضافي. فقصر زيد على كونه كاتب بمعنى أن زيد ليس بشاعر
وليس بأمير وليس برئيس وليس بسياسي وليس بكذا، ولكن لا يعني أن لا يوجد كاتب في الدنيا وفي الحياة إلا زيد، ولكن هناك آخرون غير زيد هم أيضا يطلق على كل واحد منهم أنه كاتب. فالمقصود أن زيد عنده ملكة الكتابة فقط، ليس عنده ملكة الشعر، ملكة الكتابة ليس ملكة الشعر ولا ملكة شيء آخر. هذا قصر إضافي. تفضل. قال فالقصر الإضافي يكون بالنسبة إلى شيء أو أشياء معينة، وإلا فإن له ملكات أخرى ولكنها دون هذه الملكة في التميز والإبداع، ولهذا سميناه قصرا غير حقيقي. طيب انظر كذلك بعض الأمثلة للقصر الإضافي، تقول لا جواد إلا عليه، لا جواد إلا عليه. ما معنى جواد؟ قصر من يعرف كيف تبين القصر في هذه الجملة؟ من يجرب؟ قصرت ماذا على ماذا؟ لا، سأبين لكم إن شاء الله في جدول كيف يكون الصفة وكيف يكون الموصوف. أين الصفة وأين الموصوف؟ أين المقصور والمقصور عليه؟ أين المقصور والمقصور عليه؟ هنا قصر صفة الجواد يعني الجود على علم، لا جواد إلا علم، قصر صفة الجود على علم، ليس قصر علي على الجود، لا جود لا جواد إلا علم، قصر صفة الجود على علم. في النفي والاستثناء لا وإلا المقصور عليه متأخر ما بعد إلا. إذن لا جواد إلا علي، قصر صفة الجود على علي بالنسبة إلى شخص آخر معين كخالد مثلا، لا جواد إلا علي، وليس من قصد أن هذه الصفة توجد في غير علي، يعني نفي صفة الجود عن شخص آخر، عن شيء آخر، عن بعض من هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة. بمعنى مثلا هناك شخص آخر يقال له أنه جواد، فنحن نقول لا، علي هذا فقط هو الجواد، أما الشخص الآخر ليس بجواد، يعني نفي صفة الجواد عن شخص آخر، كأنك تقول مثلا علي جواد بينما خالد ليس بجواد، لكن ليس معناها لا جواد في الدنيا إلا علي، لأن الواقع لا يقول ذلك. هل نصدق أنه لا يوجد كريم في الدنيا إلا علي؟ لا يمكن. كذلك معناها أن علي هو الجواد دون واحد غيره، وهو من خالد مثلا أو علي أو عمر أو غيره، ليس دون كل الأفراد. إذن في شيء واحد، في جزء، القصر يكون في جزء واحد ليس في كل الأجزاء، في شخص واحد ليس في كل الأفراد. فهنا صفة الجود مقصورة على علي دون غيره، وهذا قصر إضافي. لماذا؟ لأنه معناه نفي الجود عن غير علي كشخص واحد كخالد مثلا، وليس معناه نفي الجود عن كل الناس في هذه الدنيا، لا يمكن الواقع أن يصدق ذلك، هذا قصر إضافي. إذا لا جواد إلا علي، قصر الجود يسمى هذا مقصور على علي، مقصور علي، قصر الجود على علي، وهو قصر إضافي. لماذا؟ لأنه ليس معناه قصر الجود على علي دون غيره من الناس جميعا، ولكن دون غيره كشخص واحد مثلا اسمه خالد أو عمر أو زيد أو غير ذلك. أما إذا قلت
المقصود نفي الجود عن كل الناس إلا علي، إلا علي، فأقول لك لا يمكن للواقع أن يسبب ذلك. هناك كثير من الأشخاص الذين تصفوا بالجود والكرم، مثلا حاتم الطائي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كثير منهم كان كريما وسخيا. في العرب عرف حاتم الطائي، وهو عاش في العصر الجاهلي، يعني مات قبل الإسلام، وكان شاعرا، بينما ابنه عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل. فحاتم الطائي هذا عرف عند العرب بأنه كريم، والتصقت هذه الصفة به حتى أنه يضرب به المثل، يقول مثلا، أبو رزين كحاتم الطائي، أبو رزين كحاتم الطائي. يفهم من يسمع ذلك أن المقصود أبا رزين كريم سخي. لماذا؟ لأنه يعلم أن حاتم الطائي هذا مشهور بالكرم، لكني أردت أن أستخدم أسلوب البلاغة والتشبيه، فقلت أبو رزين كحاتم الطائي، يسمى هذا تشبيه، شبهت أبا رزين بحاتم الطائي في صفة وهي الكرم. فهذا مشبه، أبو رزين حاتم الطائي مشبه به كحرف التشبيه، ووجه الشبه يعني العلاقة بين المشبه ومشبه به، الصفة التي مشتركة بينهما يسمى وجه الشبه، محذوف، ولكنه يفهم من السياق. فهمت الآن وفهم من يستمع أن الصفة المشتركة بين حاتم الطائي وبين أبي رزين هي الكرم، هذا يسمى وجه الشبه، هذا يسمى تشبيه في علم البيان. لماذا كان كريما؟ كان يقال بيته لا يغلق، بابه لا يغلق، النار في بيته لا تنطفئ، النار في بيته لا تنطفئ. ما معنى النار لا تنطفئ؟ العرب قديما إذا أرادوا أن يطبخوا طبخوا على ماذا؟ على النار، يشعلون النار الحطب والخشب ويضعون القدر أو يشون الغنم بمن كل من يأتي إلى بيته، والباب مفتوح لكل من يأتي ويدخل المدينة والقرية، يدخل عند حاتم الطائي يأكل وينام يوما ويومين وثلاث أيام، دائما هكذا. فدائما النار لا تنطفئ عنده، دائما مشتعلة، الطبخ مستمر، والشواء مستمر. شواء ما معنى شواء؟ شواء يشوي، شواء وشوي، مشوي يعني بقر، مثلا أحب السمك المشوي يعني بقر. فعرف مع أنه جاهل بحاتم بالكرم، فيقال هو كحاتم الطائي، خلاص معروف أنه هو كريم. وهذا معنى التشبيه، يوضح الصورة ويؤكدها بتعبير جميل. فبدل من أن أقول أبو رزين رجل كريم وسخي، قلت يكفي كحاتم الطائي، جميل، جئت له بأعلى مثل في الكرم فجعلته مثله تماما. تقول مثلا زوجتي كالقمر، معناها زوجتي جميلة، لكن شبهتها بدل كلمة جميلة بالقمر الذي هو آية في الجمال، هو المثال الأعلى في الجمال. مثلا هناك خالد، أقول خالد كالأسد، فهم الأسد ماذا؟ ما الصفة التي يعرف بها؟ شجاع، حتى يلقب بملك الغابة، ملك الغابة. إذا قيل للأطفال ملك الغابة، الأسد ملك الغابة، يعني هو الزعيم في الغابة بين كل الحيوانات، فعرف بالشجاعة، فيقال كالأسد، وأسد الله معناه شجاع. تفضل. قال ثم كذلك قبل هذا من القصر الإضافي لا جواز إلا عليه، وكذلك إنما مثلا
كذا فكر انما فكره جاء هذا قصر ماذا على ماذا؟ قصر أخينا فقه على الشجاعة قصر هذا يسمى إذا مقصور وهذا مقصور عليه لماذا أنك قصرت أخينا أقانا فقه على صفة الشجاعة إذا قصر موصوف على صفة هذا موصوف لأنه شخص وهذه صفة فأنت قصرت هذا على هذا إذا كسبت صفة على موصوف. طيب معناها ماذا؟ معناها تخصيص فقه بأنه شجاع. تخصيصه بأنه شجاع. ليس معناه أنه لا يتصف بصفات أخرى غير الشجاعة. ولكن بالنسبة إلى شيء معين وهو ماذا؟ يعني ليس بجمال. يعني أثبتت له صفة الشجاعة مقابلها في المعنى أنك تنفي عنه صفة الجبان. ما معنى جبان؟ ضد الشجاع يخاف الجب الخوف في مقام الشجاعة يسمى جب ليس الخوف عموما مثلا حدث الزلزال وأنا خفته ليس هذا جب مثلا رأيت حيوانا مفترسا فهربت منه ولو كان كلبا مفترسا هربت منه جريا ليس هذا جب لكن الخوف في مقام الشجاعة في الجهاد في سبيل الله في الدفاع عن الإسلام في كلمة الحق سمى هذا جب والنبي صلى الله عليه وسلم أو في الأثر نستعيذ من الجب اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل إذن هذا هو لأهمية ترك هذه الصفة يكون الاستعاذة منها نستعيذ بالله من الجبن ومن ماذا؟ من البخل إذن ليس المؤمن بجبان الأصل لكن المؤمن جبانا فمعنى جبان يخاف في مقام الشجاعة في موقف يجب أن يكون شجاعا يقول كلمة الحق لا ويخاف يسكت عن كلمة الحق لأنه خائف طيب فإذا قلت إنما فقه شجاع فالمقصود أنك تنفي عنه صفة أخرى من الشجاعة لكن لا تنفي عنه كل الصفات لأنه مثلا عالم لأنه كريم أيضا لا يمكن أن يكون شجاع فقط لا هو أيضا عالم هو كريم هو مؤدب ومتواضع إذن هذا ما يسمى قصر الإضافي أنك تقصر عن شيء دون كل الأفراد ودون كل الأشياء فقصرته على ماذا؟ قصرت الفقه هنا على صفة الشجاعة فمعناها تخصيص فقه بالشجاعة وقصر الفقه على الشجاعة وهو إضافي لماذا؟ لأنه أثبتنا صفة الشجاعة له ونفينا صفة أخرى وهي الجبن دون ما ننفي الصفات كلها لا يمكن أن لا يكون له صفات أخرى غير الشجاعة فهو أيضا متواضع وأيضا كريم هو أيضا متعلم وهكذا لأن الواقع لا يقول لا يؤيد ولا يشهد لأن فقه شجاع فقط ليس عنده صفات أخرى لا يمكن فهمتم؟ الأمر يعني ليس له يعني ميزان لكل الأمثلة يعني لا يمكن هناك قاعدة تدور الأمثلة الحقيقة كلها لا لا الأمر يعتمد على التذوق والأخذ من المعنى هل الواقع يؤيد هذا القصر أم لا؟ هل حينما قصرنا فقه على الشجاعة الواقع يؤيده فهو شجاع فقط؟ ما في قلت ماذا؟ إنما فقه شجاع يعني معناها في الكلام قصرت فقه على الشجاعة فقط وخصصته بالشجاعة فقط دون غيرها لكن دون غيرها من كل الصفات لا يمكن دون غيرها من بعض الصفات مثل ماذا؟ مثل الجب الذي هو ضد الشجاعة لكن لا يمكن للواقع أن نقول إنه مكسور عليه كل الصفات إلا هذه الصفة فقط. قال في مثال قصر الصفة على الموصوف محيا إلا الله قصرنا صفة الإحياء على الله وهو قصر حقيقي. عفوا
لا محيي إلا الله، لا محيي إلا الله، قصر ماذا؟ قصر صفة الإحياء على الله. إذن أين المقصور؟ أين المقصور؟ الجواب محيي. وأين المقصور عليه؟ الله. إذن أين عرفنا ذلك؟ هناك شاهد من المعنى وقاعدة موجودة. قاعدة تقول في النفي والاستثناء، يعني في ما وإلا أو لا وإلا، المقصور عليه بعد إلا، المقصور عليه بعد إلا، سأكتب لكم جلالة إن شاء الله تفصيلا. إذا لا محي الله إلا الله، قصر صفة الإحياء صفة، يبقى قصر موصوف على الله، لفظ جلالة موصوف إذا قصر صفة على موصوف. وهل هذا حقيقي أو غير حقيقي؟ هل هناك محي آخر غير الله؟ هل الواقع يؤيد أن صفة الإحياء مقصورة على الله فقط أم لا؟ يؤيد. إذن هذا قصر ماذا؟ حقيقي، لأنه انتفى عن كل الأجزاء الأخرى والأشياء الأخرى والأفراد الآخرين، لأنه لا يوجد محي بالفعل إلا الله. تمام. إذن هذا قصر صفة على موصوف، وهو قصر حقيقي. من حيث ماذا؟ صفة على موصوف من حيث الطرفين. ومن حيث ماذا حقيقي؟ من حيث الحقيقي والإضافة. أقصد هناك تقسيم كما قلت من حيث الطرفين. يقول مثلا في الجملة كذا، تأتي الأسئلة مثلا التطبيقية، بين نوع القصر من حيث الطرفين ثم من حيث الحقيقة والواقع. أقول من حيث الطرفين القصر قصر صفة على موصوف، لأن قلت لكم سابقا ينقسم القصر من حيث الطرفين إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. إذا من حيث الطرفين القصر هنا قصر صفة على موصوف. صفة ماذا؟ صفة الإحياء مقصورة على ماذا؟ على الله عز وجل الموصوف. إذا قصر صفة على موصوف من حيث الطرفين. وبينه بين نوعه من حيث الحقيقة والواقع، يقول هذا قصر إضافي، لأن الواقع يشهد أنه لا محيي إلا الله، فتنتفي صفة الإحياء عن غير الله دون استثناء. تفضل يا شيخ. وكقولنا ما الحجر إلا الجمال، قصر الموصوف وهو الحجر على صفة الجمالية والواحدية أيضا. نعم، انتظر، بارك الله فيك. ما الحجر، ما الحجر إلا جمال. نريد أن نبين نوع القصر من حيث الطرفين. ما الحجر، أولا لابد أن تعلم أن المقصود عليه في هذا المثال كالمثال السابق ما بعد إلا، لا تنسى ذلك، ما بعد إلا جماد، إذن هذا مقصور عليه، إذن ما قبل إلا مقصور، إذن ما الحجر، إذن الحجر مقصور وجماد مقصور عليه، إذن قصرنا الحجر على جماد، يعني ليس الحجر بكائن حي ولا بنبات ولا بماء، لكنه جماد هكذا. طيب، يريد أن نبين، عرفنا الآن قصر صفة، القصر موصوف، الحجر هذا موصوف وليس صفة، والصفة هي جماد، صفة الجمادية. إذا قصرنا صفة على موصوف، إذا هذا القصر نوعه قصر، عفوا، قصر موصوف على صفة، قصرت الحجر وهو موصوف على صفة وهي الجمادية، إذا قصر موصوف على صفة. قصر موصوف على صفة. هذا مثال قصر صفة. نعم، ربما وجاء به خطأ. اقرأ حتى وكقولنا، اقرأ وكقولنا. وكقولنا ما الحجر إلا جمال، قصرنا الموصوف والحجر. انظر، قصرنا الموصوف والحجر، إذا قصر سمير على صفة الجمال. إذا قصر موصوف على صفة. قصر موصوف على صفة. لأن الحجر هو المقصور. أليس كذلك؟ كما قال المصنف قصرنا الموصوف وهو الحجر، إذا الحجر موصوف قصرناه، إذا هذا قصر على ماذا؟ هذا موصوف الآن على ماذا؟ على مقصور عليه وهو الصفة، صفة الجمادية، إذا قصر موصوف على صفة. تفضل. ومثال قصر الصفة عن الموصوف، على الموصوف بالإضافة ما شاعر إلى المتنبي. ومثال قصر الموصوف على الصفة ما المتنبي إلا شاعر. ما قصر، ومثال قصر الصفة على الموصوف في الإضافة ما شاعر إلا المتنبي. قصر الصفة
وهي شاعر، صفة الشاعرية على موصوف وهو المتنبي. الآن إذا قلنا حجر وجماد، أيهما موصوف وأيهما صفة؟ حجر وجماد. الموصوف أين؟ حجر، وصفته بصفة ماذا؟ الجمادية. طيب إذا قلت ما الحجر إلا جماد، وأنا قلت أنفا وما زلت أقول المقصور عليه في هذا الطريق والأسلوب ما وإلا أو لا وإلا، المقصور عليه ما بعد إلا. إذا ما بعد إلا هو جماد مقصور عليه، إذا قصرت الجماد وهذا الجماد موصوف على، عفوا قصرت الحجر وهذا موصوف على الجمادية وهذا صفة، إذا قصر الموصوف على صفة كأنه جاء به ويقصد الموصوف على صفة ليس الصفة على موصوف. أما الصفة على موصوف مثل لا محيي صفة الإحياء على الله موصوف، تفضل. وأما صفته أما ما شاعر إلى المتنبي أيضا هذا قصر صفة على موصوف ليس موصوف على صفة، لأن شاعر صفة والمتنبي موصوف، وما بعد إلا دائما مقصور عليه، إذا قصرت شاعر على المتنبي قصرت الصفة على الموصوف، فهمتم؟ طيب وهل هو حقيقي أو إضافي ما شاعر إلى المتنبي؟ نعم، يعني ما شاعر بين شعراء عصره في زمانه أو في وقت ما إلا المتنبي، إلا هو أحسنهم وأفضلهم. ولكن هل لا يوجد شاعر آخر غير المتنبي في الحياة؟ لا يمكن، إذن هذا إضافي لأنه انتفى عن بعض الأجزاء وليس عن كلها، معناها قصر الشعرية على المتنبي دون غيره ممن عاشوا معه في زمانه ليس على كل الشعراء في كل العصور، لدينا عصر الجاهلي، عصر سلم الإسلام، العصر الأموي، العصر العباسي، ثم العصر يسمى الدول المتتابعة الأندلسي والفاطمية والمماليك، ثم العصر الحديث. لا يمكن أن يقول أن نقول أن المتنبي لا يوجد شاعر إلا هو. تفضل. ومن جهة أخرى القصر الإضافي يحدد المراد وينفي الشك ويسهل اعتقاد المخاطب إذا كان اعتقاده غير مطابق للواقع. فمن كان يعتقد مثلا أن عددا من الطلاب خرج ولم يخرج إلا زيد تقول لم يخرج إلا زيد، فهذا يسمى قصر إفراط ويخاطب به إذن من يعتقد الاشتراك. طيب عفوا قبل هذه النقطة أنا أريد أن أبين شيئا مرتبا، عفوا لو أريد ممكن نمسح السبورة. نبدأ بالنفي والاستثناء. ما محمد إلا رسول. لا إله إلا الله. الثاني. Thank you.
حياتي. ما محمد إلا رسول. قصرت ماذا؟ قصرت من يقول؟ قصرت ماذا على ماذا؟ قصرت محمد على الرسالة، على كونه الرسول. يعني ليس بشاعر ولا كاتب ولا ساحر ولا مجنون كما يدعون. إذا قصرت محمد هذا مكسور على رسول، هذا مقصور عليه. محمد صفة وموصوف، إذا قصر موصوف على صفة. فهمتم هذه؟ وأنا أريد أن أستمع إلى أحدكم. شيخ تفضل اقرأ المثال. ماذا قصرت؟ اشرح. قصرنا محمد على صفة الرسالة، يعني محمد ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر. إذن أين المقصور؟ والمقصور عليه؟ هل هذا القصر من نوع صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ على صفة. ها؟ قصر موصوف على صفة، نوعه من حيث الطرفين. قصر موصوف على صفة، أين الموصوف؟ محمد مقصور، مقصور عليه رسول صفة. طيب لا إله إلا الله. شيخ قرزي قصرنا ماذا على ماذا؟ قصرنا الألوهية. الله تمام، هذا مقصور على الله، مقصور عليه. أيهما صفة وأيهما موصوف؟ إلى موصوف. إلى موصوف إذا صفة على موصوف. تمام فهمتم شيخ؟ اقرأ. إنما أنت نذير. إنما أنت نذير. قصرنا ماذا على ماذا؟ قصرنا موصوف على صفة. لا، نريد تفصيلا شيئا فشيئا. قصرنا ماذا هنا في الآية على ماذا؟ هكذا قصرنا الخفاء. أنت أي النبي صلى الله عليه وسلم على صفة ماذا؟ الإنذار. إذا هذا مقصور وهذا مقصور عليه. إذا قصر ماذا؟ نوع القصر ها؟ موصوف على صفة. ما شاء الله، قصر موصوف على صفة. تمام. معنا أخي الصغير أين؟ تفضل اقرأ المثال الرابع. المثال الرابع. إنما الله أين النظارة؟ أين النظارة؟ خذ النظارة. إله واحد ما شاء الله. إنما الله إله واحد. قصر ماذا على ماذا؟ قصر الله على الألوهية الواحدة، على الألوهية الواحدة. إذا هذا مقصور مثل هذا وهذا مقصور عليه. إذا نوع القصر ماذا من حيث الطرفين؟ ما شاء الله، موصوف على صفر. تمام. وقت المثال الأخير. صاحب القميص الأحمر ما اسمك؟ من لبس أحمر غيرك؟ لا يوجد أحمر غيرك. ما اسمك؟ ها؟ أيمن. علما. من أين؟ ها؟
مكسر السلاوسي الجنوبيه. ما شاء الله. اقرا المثال. اياك نعبد واياك نستعين. ناخذ ايه ايه، اياك نعبد اولا، ثاني مثال. قسمنا ماذا على ماذا؟ ها؟ اياك نعبد، قسمنا ماذا على ماذا؟ اياك مقصود به من؟ اياك مقصود به من؟ ما المقصود؟ اياك سيابة. ها؟ ارفع صوتك. ما المقصود بإياك؟ الله. كسرنا ماذا على ماذا؟ ونعبد يعني العبادة. كسرنا ماذا على ماذا؟ ها؟ انظر. إنما هو طالب. إنما هو طالب. قصرنا ماذا؟ قصرنا هذا الضمير هو الغائب، هذا مقصور على ماذا؟ على كونه طالب. قصرنا إنما هو طالب، قصرنا الضمير على كونه طالب. عفوا. إنما هو الطالب. لأن هذا لا يمكن، لا يمكن أقول مثل هذا المثال، لأن لابد فيه الفعل. إياك نعبد وإياك نستعين، قصرنا ماذا؟ كما قلنا قصرنا العبادة على الله عز وجل. إذن أين المقصور؟ هذا مقصور، هذا مقصور عليه. هذا لا أقصد إنما، أقصد إياك عفوا، إياك أو إياه. مثلا إياه، إياه إياه مثلا نزور، نزور إياه نزور، سنزوره يعني شخص، لا نقول نزوره، نقول إياه نزوره. إذا قصرنا الزيارة على إياه الغائب هذا. إذا هذا مقصور وهذا مقصور عليه. إذا هنا يا شيخ علما قصرنا ماذا على ماذا؟ ها؟ قصرنا، ها؟ تكلم. قصرنا، قصرنا نعبد يعني العبادة على إياك يعني على الله. قصرنا العبادة على الله، فنعبد العبادة مقصور، وإياك أي الله مقصور عليه. طيب ما نوعه من حيث الطرفين؟ أين الصفة وأين الموصوف؟ نبدأ بالمقصود نعبده. صفة أو موصوف هذه نعبده؟ العبادة. ها؟ صفة. وإياك يعني الله عز وجل موصوف. إذا قصره صفة على موصوف. تمام. من؟ شيخه آخر واحد في الطرف. اقرأ. ما كريم إلا حاتم، حاتم الطائي كما قلت لكم في العصر الجاهلي. قصرت ماذا على ماذا؟ صفة كريم على حاتم. إذن هذا كريم، هذا مقصور الكرم، وحاتم مقصور عليه. قصر ماذا؟ صفة على موصف أو موصف على صفة؟ ها؟ صفة على موصوف. صفة الكرم قصرناها على موصوف وحاتم. صفة على موصوف. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. طيب الأخ صاحب النظارة في الأخير، تفضل. ما اسمك؟ من أين فرحان؟ ما شاء الله، تفضل. ما لا بأس، تقدم، تقدم قليلا حتى ترى جيدا. ما حبي
إلا كريم. لا حاتم هو نفسه إلا كريم. كسرت ماذا على ماذا؟ حاتم مكسور على ماذا؟ كريم مكسور عليه. النوع القصر ماذا؟ ها؟ أحسنت، موصوف حاتم على صفة القلب، على صفة. ما شاء الله بارك الله فيكم. إذن فهمنا الآن الصفة على الموصوف والموصوف على صفة. طيب سنستخرج من هذه الأمثلة قاعدة الآن. سنستخرج من هذه الأمثلة قاعدة. انظر أين المقصور عليه في ما إلا لا إله إلا؟ أين المقصور عليه؟ ما كريم إلا، ما حاتم إلا. أين المقصور عليه؟ رسول الله. حاتم كريم. إذا المقصور عليه ما بعد إلا. إذا القاعدة الأولى في طريق النفي والاستثناء المقصور عليه بعد إلا دائما بلا تغيير. المقصور والمقصور عليه واحد في النفي والاستثناء. النفي والاستثناء ما معنى النفي والاستثناء؟ يعني ما إلا أو لا إلا أو غير ذلك أو ليس إلا. المقصور عليه، سنبدأ بالمقصور عليه حتى لا يلتبس علينا الأمر وتلتبس علينا القاعدة. سنعرف القاعدة من خلال المقصور عليه. المقصور عليه هو أو مباشرة ما بعد إلا، ما بعد إلا دائما لا يتغير. هذا الأول، الطريق الأول نفس الكلام. الثاني انظر، إنما أنت نذير. إنما أنت نذير، أين المقصور عليه؟ نذير. إنما الله إله واحد، أين المقصور عليه؟ إله واحد. إذن في إنما المقصور عليه أين؟ متأخر. إنما المقصور عليه هو المتأخر دائما سلالة. ثلاثة باقي، تقديم ما حقه التأخير. ما حقه التأخير أين؟ إياك، إياك نعبد. أنا المقصور نعبده، مقصور عليه إياك. أين المقصور؟ نستعين. مقصور عليه إياك. إذا المقصور عليه هو المقدر دائما. المقصور على تقديم محق وتأخير، تقديم ما حق وتأخير المقصور عليه هو المقدم دائما مثل إياك نعبد وإياك نستعين. Thank you.
الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، شكرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.